بسواعدنا، هكذا هو الاسم الذي اختاره العاملون في مناطق بلدية الكرك الكبرى لتنفيذ الحملة المتكاملة قبيل فصل الشتاء، من فتح لمناهل تصريف الأمطار وإجراء الصيانات اللازمة. بتعليمات من وتوجيهات من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، دأبت بلدية الكرك الكبرى على القيام بحملة تنظيفات وفتح مجاري السيول والعبارات. بدأ طبعا تحت مسمى بسواعدنا. الشباب ما شاء الله عليهم على مدار اليوم 24 ساعة تقريبا هم يشتغلوا بكل مناطق الكرك. العمل مستمر إن شاء الله لحين فتح جميع مجاري السيول والعبارات والأودية. إطلاق هذه الحملة في الكرك يعتبر جزءا من خطة الطوارئ التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع في المحافظة، بهدف اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة تفادي لأي طارئ خلال فترات الشتاء. تم عقد اجتماع للجنة الدفاع المدني طبعا بحضور جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بحالة الطوارئ، وذلك لوضع خطة الطوارئ موقع التنفيذ. وتم لقاء الجهاز التنفيذي في مديرية الدفاع المدني الكرك للاطلاع على خطة الطوارئ وأيضا متابعة الخطة بكل قطاع، وتم تقسيم محافظة الكرك على 4 قطاعات لتنفيذ الخطة بحذافيرها. وأيضا كذلك تم التأكيد على فتح غرفة العمليات في العمليات الرئيسية في المحافظة، وكذلك فتح غرف العمليات أيضا في جميع الدوائر التنفيذية سواء كانت الكهرباء أو المياه أو الأشغال أو أي دائرة تنفيذية أخرى بهذا المجال. أعمال الصيانة لهذه المناهل الممتدة في كافة مناطق الكرك ستظل مستمرة طوال فصل الشتاء، وذلك بهدف الحفاظ عليها دون أن تحدث لها أي إغلاقات، بالإضافة إلى العمل على تنظيف حوافها وحمايتها بحواجز إسمنتية تحول دون وصول الشوائب لها. تواصل كوادر البلديات في مختلف مناطق الكرك عمليات فتح مناهل تصريف مياه الأمطار وصيانة المتضررين منها، وإنشاء مناهل أخرى في المناطق التي شهدت تجمعات كبيرة خلال الأعوام الماضية تجنبا لأي طارئ في الموسم الحالي. يزن الشمائل المملكة، محافظة الكرك.